وصل 100 نازحين إلى محافظة عدن جنوبي اليمن قادمين من محافظات الحديدة وتعز وصنعاء هربا من المعارك الدائرة بين القوات اليمنية والحوثيين، حيث يعيش النازحون في ظل أوضاع إنسانية صعبة وسط شح في الطعام والمأوى. احنا نزلنا نازحين من صنعاء بسبب الاشتباكات اللي حصلت بالأيام الأخيرة وبسبب ما قالوا إنه مات علي عبد الله صالح. نزلنا لعدن، ما فيش معانا لا متوى ولا معانا مكان، احنا جالسين بالشوارع وجالسين بالاماكن اللي ما فيهاش اي شيء، ما فيش معانا لا اكل ولا شرب ولا نقدر ناكل اطفالنا ولا نقدر ننام ونيم اطفالنا في اماكن يعني تصطلح انه ينام فيها طفل عمره 40 يوم او عمره سنه او عمره سنتين، يعني حالتنا احنا صعبه. يساعدون احنا باكل بفرش بطراريح باي حاجه عشان حتى نقدر يعني حتى الاطفالنا عشان الاطفال. جرى الاشتباكات الدامية المستمرة منذ أسابيع بالإضافة إلى مقتل الرئيس اليمني السابق، زادت وتيرة النزوح من المدن التي تشهد القتال بين الجانبين إلى مدينة عدن جنوب البلاد التي أصبحت تكتظ بالنازحين والمواطنين، مما أدى وبرغم مساعدة مؤسسات المجتمع المدني العدنية ونشطين معهم إلى انتشار الجوع والفقر بين النازحين وقلة الأماكن التي قد تحتويهم وأطفالهم. طبعا في دار سعد في الفترة الأخيرة تم نزول نازحين من صنعاء وحيس والحديدة والمخاء. طبعا النزوح كان بشكل كبير جدا بالذات بالضربات الأخيرة، فتم النزوح لنا طبعا ضمن الضغط اللي كان موجود عندنا من النازحين اللي قبل كانوا منتعز وكذا، فحبينا احنا الان حاولنا نساعد النازحين بكافة اشكال. نزلنا بعض المنظمات بحيث انهم يروا على مرمى ومسمع، عملنا مسح شامل الذي من سنه والذي من اقل من 3 اشهر او 4 اشهر، عملنا لهم عمليه المسح التام. اكتشفنا انه لدينا اكثر من 600 نازح، هذول اللي تتراوح ما بين 6 اشهر الى يومين. في ذات الوقت طالب 10 نازحين الحكومه اليمنيه والمنظمات المحليه والدوليه بتوفير المتطلبات الاساسيه لهم والالتفات الى المعاناه الانسانيه التي يعيشونها.